كنت حاسه التخت شوي صغير علينا، بس انا كثير بحبه. اذا بدك منغيره، بس هو كثير مريح. بكره بتشوف. لا خليه، نحن اساسا ما لنا مطولينه. قصدك تكانت خلصت جلتنا ما هيك؟ اكيد مش رح نحن نقعد عندكم بالبيت طالما هيدي هونيك، صح؟ هلا شو رح تساوي انت كمان؟ بكره رح تشوفيها بالشغل. انا رح اجرب اني اتحشى قطعتا معه، وانت رح تساعدني على هيدا الشيء. انا بعرف قد انت من ايام انك تركت البيت، بعرف قد انت معلق فيه. أنا أكثر شيء بيهمني أنتي وياه. خلص رح أحكي لك ميرا، ما حخليها تتعاطى معك مرة ثانية أبدا. بدك نطلع نتمشى شوي، صرنا زمان مش متمشيين مع بعض، نقعد نحكي. ما رح أقدر، عندي شغل، لازم أروح البيت وأطلع على الشركة، عندي موعد هنيك. ما بيقدر أمير يروح عنك؟ لا ما رح يقدر. المسا برجع ونتمشى. اوكي؟ باي باي. انت ليه منك صادق معي؟ شو قلتي حبيبتي؟ ليه منك قادر تقلي انك رايح تشوفها؟ مش قادر تكون بعيد عنها؟ طب هذا شو عمل اكثر من اللي عملته؟ قلتي لي تعال لهون، جيت لهون، مو هي اوامرك؟ شو بدك اكثر من هيك؟ نور، فيك توقف كذب وما تكون جبان؟ لك شو صار لك على فجأة؟ شبك؟ حط عينك بعيني. أنت كيف قدرت تكون معها؟ قبل ليلة من عرسنا. أنت عن شو عم تحكي؟ ما في لزوم تكذب. خلص. أنت منين جايبة هذا الحكي؟ مانو صحيح. مانو صحيح أبداً. أنت كيف قدرت تعمل فيي هيك أصلاً؟ كيف؟ هذا علاك فاضي. مجنونة انتي. وقف عندك واطلع فيي. بتحبها؟ لك ما صار شيء اكثر من اللي بتعرفيه بيني وبينها. شبك؟ كذاب. فادي مصوركم على موبايله وانا شفت نور. شو؟ نعم، فادي فرجاني الفيديو نهار عرسنا، انت وياه على تختك، على التخت اللي نيبت عليه. قبل بليلة من عرسك، كيف قدرت؟ كيف قدرت تعمل هيك نور؟ كيف قدرت؟ خلص سامحيني. سامحك. انت كيف قدرت تكذب علي هيك؟ هيدا أول مرة بينك وبينها. هذا ما أنا اللي بيهمني. هيدي أول مرة بينك وبينها. أنا مش قادرة أتحمل بقى بس بيتك. قد إيه لك عم تخوني مع نور؟ فل 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 فل.